في هذه الحلقة من العاشرة والتي نخصصها لمناقشة مسار الثورة في ليبيا منذ انطلاقتها وحتى الذكرى الرابعة لها. وبهذه المناسبة تهنئ قناة ليبيا لكل الأحرار الشعب الليبي بهذه الذكرى وهذا الانتصار للثورة التي ستبقى علامة فارقة وصفحة مشرفة في تاريخ الأمة الليبية، رغم كل ما شاب مراحلها من كبوات وعثرات. 4 سنوات والثورة مستمرة، فما الذي تحقق منذ إعلان التحرير؟ نطرح هذا التساؤل وغيره من الأسئلة على ضيوفنا عبر الهاتف، عضو المجلس الوطني الانتقالي سابقا انتصار العقيلي، وعبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس الناشط السياسي صلاح البكوش، وعبر سكايب من اسطنبول رئيس مركز البيان للدراسات الاستراتيجية نزار كريكش. وسينضم إلينا في سياق هذه الحلقة الخبير الاقتصادي مدحت الأغدامسي عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، فأهلا بكم جميعا. وقبل أن نبدأ حديثنا نتابع تقريرا يستعرض مراحل الثورة الليبية منذ انطلاقتها وحتى وقتنا الراهن. شهدت الساحة الليبية منذ ثورة 17 فبراير وسقوط نظام القذافي مخاضا سياسيا وصفه محللون بالصعب، لم يكن الهدوء ميزة لأي مرحلة منذ تأسيس المجلس الوطني الانتقالي في مارس 2011، وقد استمر في أداء مهامه ممثلا للشعب الليبي إلى حين نقل رئيسه مصطفى عبد الجليل السلطة التشريعية رسميا في البلاد إلى المؤتمر الوطني في 8 أغسطس عام 2012 بعد انتخابات جرت في 7 يوليو. استمر المؤتمر الوطني بعد ذلك في أداء المهام الموكولة إليه حتى وقع الاختلاف في مدة ولايته، حينها قرر المؤتمر إجراء انتخابات تشريعية أسفرت عن تشكيل هيكل جديد سمي مجلس النواب. في 6 نوفمبر الماضي حكمت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بحل مجلس النواب المنعقد في طبرق وإبطال كل من بثق عنه من قرارات، قرار أثار جدلا كبيرا وترتب عنه انقسام سياسي لازال متواصلا إلى اليوم. مسار سياسي صعب رافقته أوضاع أمنية أصعب، حيث تطورت الأحداث في ليبيا واتسعت رقعة الاشتباكات والقصف التي طالت جل المدن وأسفرت عن مقتل المئات ودفعت بالآلاف إلى مغادرة مدنهم. المنشآت النفطية لم تسلم أيضا من القصف، وقد دخلت البلاد منعطفا جديدا بعد إعلان ما يعرف بعمليتي الكرامة وفجر ليبيا التي جعلت منطقة الهلال النفطي مسرحا لاشتباكات مسلحة تسببت في اشتعال النيران في 7 خزانات نجمت عنها خسائر تقدر ب182 مليون دولار حسب محللين. تطورات دفعت الخبراء إلى دق ناقوس الخطر وسط تحذيرات من البنك الدولي من نفاد احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي خلال السنوات الأربع القادمة، وربما يكون دخول القصف الجوي المصري على درنة مرحلة جديدة لتوتر أمني وسياسي يطبع البلاد لسنوات. أهلا بكم مشاهدينا. أبدأ معك سيدة العقيلي، ما هي أبرز قيمة تحققت من القيم التي انطلقت الثورة أساسا لتحقيقها؟ سيدة انتصار العقيلي، يبدو أن سيدة انتصار العقيلي لا تستمع إلينا. عموما حتى يتم إصلاح هذا الخلل الفني أذهب إلى السيد صلاح البكوش. سيد البكوش، برأيك ماذا تحقق من أهداف الثورة بعد 4 سنوات من انطلاقها؟ في تصوري أن أحد أهم أهداف الثورة كان إزالة النظام القمعي الذي جثم على صدور الليبيين لأكثر من 4 عقود، وأعطى فرصة للليبيين، مجرد فرصة، لتحقيق حلمهم في بناء دولة ليبية مدنية ديمقراطية جديدة. وهذه هي أعتقد أهم الإنجازات التي حققتها ثورة 17 فبراير، ونحن لازلنا نتعامل مع هذه الفرصة ونحاول استغلالها لبناء دولتنا الجديدة إن شاء الله. نعم سيد كريكش، كيف تقيم السنوات التي تلت إعلان التحرير في ليبيا؟ سيد نزار كريكش،
طيب، يبدو أننا فقدنا أيضا السيد نزار كليكش. أعود إليك سيد البكوش وأحيل إليك سؤال كنت سبق ووجهته إلى السيدة انتصار العقيلي. في رأيك ما هي القيمة الأبرز التي تحققت من قيم الثورة؟ القيمة الأبرز هي أننا لن نرضى من جديد بأن يحكمنا نظام قمعي كنظام القذافي، ولهذا أو على هذا الأساس أعتقد أن هناك تدافع سياسي ربما غير ناضج ولكنه تدافع سياسي حول وجهة هذه الدولة الجديدة وما هي ملامحها. وأعتقد أننا في خضم هذا الصراع السياسي سنصل يوما ما في القريب العاجل إن شاء الله إلى رؤية مشتركة حول شكل هذه الدولة التي كنا نحلم بها طوال 40 عاما. طيب سيد صلاح، اليوم في رأيك بعد مضي 4 سنوات على انطلاق هذه الثورة ظهرت الأحزاب في ليبيا وأيضا تأسست الكثير والكثير من مؤسسات المجتمع المدني وأيضا عشرات القنوات الإعلامية، في رأيك هذه ثمرة من ثمرات الثورة وقد تحققت اليوم أم أنها حالة فوضى تحسب على الثورة؟ لا، شوفي، هي أي ثورة، أي نقلة يحكمها شيئين: طبيعة الانتقال، هل هو انتقال عبر سبل ديمقراطية أم عبر مظاهرة سلمية كما حدث في الثورة المخملية في تشيكوسلوفاكيا وفي بعض دول أوروبا الشرقية، أم أنه عبر صراع مسلح وهي أصعب نقلة، وهذا ما حدث في ليبيا. أيضا هناك عامل آخر وهو هذه النقلة تحدث في ظل غياب أحزاب مؤثرة وغياب مجتمع مدني مؤثر ودولة ينخرها الفساد، ولهذا نواجه ما نواجهه اليوم من نكسات ومن عثرات ومن صعوبة في الانتقال إلى دولة ليبية ديمقراطية جديدة. وأعتقد أن منظمات المجتمع المدني والمحطات الإعلامية والأحزاب أعتقد أنها تظهر بأننا نسير في هذا الطريق، ولكنه طريق صعب ولا يمكن أن نحققه في خلال 4 سنوات. نحن نتكلم عن تاريخ وزمن يتعلق بوطن وليس بإنسان. في عمر الإنسان 4 سنوات ربما تكون كثيرة، ولكن عندما نتحدث عن وطن فهي مدة قصيرة نسبيا. طيب سيد انتصار العقيلي، إذا كنت في الاستماع إلي سبق وسألتك يعني في رأيك ما هي القيمة الأبرز أو الهدف الأكبر من أهداف الثورة الذي تحقق اليوم بعد مضي 4 سنوات على انطلاقتها؟ كل عام وأنتم بخير، كل عام والوطن بخير، نعم. كل عام وكل الليبيين بخير. لعل أبرز أهداف ثورة 17 فبراير وأولها هو إسقاط النظام، وهذا ما حدث فعلا، أن نظام القذافي قد سقط فعلا من بداية انطلاق الثورة بل وإرهاصاتها يوم 15 فبراير. هذا هو الهدف الأبرز، وهذا هو ما تحقق فعلا من أهداف ومبادئ ثورة 17 من فبراير. وإن كانت باقي المنظومة لم تسقط ولا زالت متمكنة من مؤسسات الدولة، إلا أن وكما سبقني السيد المتحدث إذا كان أنا ضبطت الصوت هو الأستاذ صالح البكوش. نعم. في 4 سنوات يعني لا تعني شيئا في تاريخ ثورة عظيمة مثل الثورة الليبية. لا يعني بمرور الوقت ستتطهر ومؤسسات الدولة من منظومة النظام السابق، منظومة الفساد والاستبداد، المنظومة التي يعني ماذا أقول، أرجعتنا عقود إلى الوراء ولم نتقدم إلى الأمام أي خطوة تذكر بالمقارنة مع باقي الشعوب، سواء في محيط شعوبنا العربية أو الدولية أو العالمية. نعم، الفكرة باتت واضحة. سيد كريكش، يعني إضافة إلى مسألة هذا الهدف الذي تحقق، مسألة إسقاط النظام، في رؤية عامة سيد كريكش كيف تقيم السنوات التي تلت إعلان التحرير في ليبيا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية كل عام وأنتم بخير، كل نعم. عام وكل من له ذكرى أليمة في هذه الثورة بخير.
ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهداء ويشفي الجرحى. هذا اليوم قدر ما نتذكر في هذه الثورة نتذكر آلام كثيرة لبعض الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون كل عمل في ليبيا ليحقق هذه الآمال. نحن للأسف يعني في هذه الثورة أنفقنا كل ما في أرضنا لنؤلف بين قلوبنا، فلم تتآلف هذه القلوب، مع أن أنفقنا كل تقريبا وصلنا إلى المجنب لكي نصرف لكي نأخذ منه الأموال ولم تتآلف هذه القلوب. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف هذا القلوب. أما عن المسار الأربع سنوات السابقة، فالمسار السياسي يختلف عن مسار الثورة. في مسار الثورة نحن مررنا كثورة تاريخية بجميع المراحل التي مرت بها الثورات التاريخية. الثورات التاريخية هي الثورات التي تنشأ في دول ليس فيها مؤسسات، كالثورة الفرنسية والثورة الإنجليزية والثورة الأمريكية. قبل أن تعرف الدول المؤسسات حدثت هذه الثورات. أما الثورات اللي تحدث في دول فيها مؤسسات كدول شرق أوروبا أو أمريكا اللاتينية في العادة لا تكون بحجم العنف الذي حدث في ليبيا. فمررنا بجميع المراحل تقريبا، هي مذكورة من عام 1936 في كتاب اسمه تشريح الثورة لكريم برينتون. المرحلة الأولى هي مرحلة الفشل السياسي للنظام السابق. المرحلة الثانية هو ظهور غضب شعبي ما يسمى بالموبيليزيشن، الناس تخرج وتتظاهر. ثم بعد ذلك يدخل المجتمع فيما يعرف بعصر الإرهاب. عصر الإرهاب هذا قبل ما حتى يظهر المصطلح في العصر الحديث، هو موجود في جميع الثورات، في الثورة المكسيكية في 1910، في الثورة الروسية في 1917، في 1789 في الثورة الفرنسية، وقبله في 1696 في الثورة الأمريكية والثورة الإنجليزية. كل حدث فيها ما يعرف بعصر الإرهاب، وهو أن يدخل المجتمع في عنف مسلح يصل إلى حد الحرب الأهلية. بعد الحرب الأهلية وما حصل في ليبيا يحدث كما قال كريم برينتون، تدخل الدول المجاورة محاولة الدخول والسيطرة على هذه المنطقة، وما يسمى بالحرب بالوكالة كما حدث في فرنسا في الثورة الفرنسية، ودخلت بريطانيا لتحتل فرنسا لولا أن نابليون استطاع أن يهزم بريطانيا ويؤسس الجمهورية الثانية. في ليبيا كذلك الآن نشهد هذه الحرب بالوكالة. هذه الحرب بالوكالة تتولاها بعض الدول الإقليمية، تحاول أن تستغل الفراغ السياسي في ليبيا. ولكن الآن مرحلة القادمة هي مرحلة الروح الوطنية كما يسميها كرين برينتون. الروح الوطنية تعتمد على قيادات فاعلة، لأن الدولة ليس فيها مؤسسات. في غياب المؤسسات نحتاج إلى قيادات قادرة عن تلجم جميع نزوات الغضب وحب السلطة والشهوة. فهذه هي المرحلة التي ننتظرها الآن. نحن ننتظر قيادة حقيقية تستطيع أن تلم شمل الوطن وتستطيع أن يعني تعبر بهذا الوطن إلى مرحلة جديدة. واضح. ما يجمعنا حقا كليبيين ليس الماضي، ولا يجمعنا الحاضر، ما يجمعنا هو المستقبل. إذا طيب سيد كريكش، المستقبل بطريقة صحيحة سنعبر عبر قيادة صحيحة. فنحن في مرحلة الآن حرب الوكالة على ليبيا. أوضحت الصورة جيدا سيد كريكش، اسمح لي أن أنتقل إلى السيدة انتصار العقيلي. سيدة العقيلي، مساحة الحرية التي وجدت ما بعد انتصار الثورة وإعلان التحرير، والتي شهدت إنشاء الأحزاب وظهور مؤسسات المجتمع المدني وقنوات إعلامية بين تلفزيون وراديو والصحف في ليبيا، ترينها حسنة من حسنات الثورة أم أنها ربما فهم خاطئ لهذه الثورة؟ هو بكل تأكيد أن مساحة الحرية لابد أن تكون نقطة إيجابية في تاريخ الثورات، ولكن يبدو أن الحرية في ليبيا قد يعني وصلت إلى أبعد مدى، حتى أن هذه الحرية كانت سببا في السماح للثورة المضادة بطعن الثورة في الظهر. لأن الحرية الإيجابية إذا أردنا أن نسميها، أو الحرية التي كان استفدنا منها في هذه الثورة العظيمة، أنا أرى أنها في كلمة صادقة، في نقد هادف، في مؤسسات مجتمع مدني تؤدي دورها الحقيقي، في أحزاب ضروري من وجودها لإكمال العملية الديمقراطية، وليس في مؤسسات مجتمع مدني مثلا تنتقد وجود الأحزاب وتمارس هي دور الأحزاب، ليس في وجود إعلام بدل من أن يظهر الأخطاء ويقدم الحلول. وجدنا إعلام يضرب الثورة في مقتل. الحرية فعلا بعد الثورة وصلت إلى حد غير معقول، حد أساء
ربما أنا لا أريد أن أعمم، ولكن هذا هو المشهد العام للحرية في طيب الثورة. ابقي معي سيدة العقيلي. أنا يعني سيد البكوش، كيف تصف المشاركة الشعبية الواسعة التي تحدث في ليبيا اليوم في الشأن العام عقب 4 عقود من حكم شمولي؟ المشاركة الشعبية يعني مشاركة مذهلة، يعني لا يخلو مقهى أو متجر أو بيت من نقاش سياسي كان غائبا تماما خلال 4 عقود من حكم القذافي. الآن تذهب إلى المقاهي ستجد نقاشا سياسيا ربما ليس بالنضج والمستويات المطلوبة، ولكنه نقاش سياسي، الناس يحاولون أن يناقشوا قضايا الشأن العام، وهذا شيء جيد. ولكن أريد أن أعلق على الحريات. يعني بعد الثورة كانت هناك مساحة كبيرة للحريات، تأسيس الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني وقنوات الإعلامية، ولكن أعتقد كما قال ربما قائد الثورة المخملية فاكلاف هافال، نحن كلنا مسؤولين عن تضييق هذه المساحة، ولكن ربما مسؤولياتنا بدرجات مختلفة. نحن على سبيل المثال أحد كبار الحقوقيين وقادة المجتمع المدني وعضو في المؤتمر الوطني العام قاد الحملة لتأسيس وزارة للإعلام بعد أن كنا قد فرحنا بأنها انتهت، وهناك أحزاب تقول بأنها مدنية وما إلى ذلك، وخلال انتخابات المؤتمر الوطني جمعت معها منظمات مجتمع مدني لتؤسس حزبا وتنزل للانتخابات، وهذا ما يلغي قصة منظمات المجتمع المدني. ولذلك أعتقد نحن متعثرين في قصة الحريات ومتعثرين في قصة حرية الإعلام، ولكن هذه تجربة يجب أن نمر بها. سيد كريكش، اليوم في ليبيا هناك مشهد سياسي حقيقي، هل يمكن اعتبار ذلك من النجاحات برغم ما شابه هذا المشهد من صراعات وانقسامات يرى كثيرون أنها أدت إلى أزمة حقيقية في البلاد؟ نعم، هو لا يمكن اعتبار ما يحدث الآن هو نجاح من نجاحات الثورة. دعني أقول شيء واحد، يعني هو الثورة تأتي ولا تصنع. الثورة يعني كما قال تشي جيفارا، من يعمل ثورة هو كمن يحرث في البحر، خاصة إذا لم يكن هناك مؤسسات. الثورة لا، الثورة عملت ما عليها، الثورة أزاحت النظام، الثورة طرحت الأسئلة، الثورة بينت عوار المجتمع، الثورة أزمت الاقتصاد. الآن نحن أمام إما أن نجعل هذه الأزمات فرصة نعبر بها إلى المستقبل، وإما أن يكون تحدي دائم عاجز عنه الفكر الليبي. ما يحدث الآن من مشهد كما قلت هو ضمن التاريخ الطبيعي، يعني تاريخ طبيعي للثورة أن يحدث هذه النزاعات، ولكن لا نقف عند نقول هذا تاريخ طبيعي ولا نعمل عقولنا. المشكلة في ليبيا بعد الثورة هو الخروج عن نموذج الديمقراطية التوافقية إلى المغالبة. والسبب، السبب الأول كان هو الإجراءات المتخذة في الانتخابات. في ليبيا أول ما حدث انتخابات المؤتمر الوطني كان الانتخابات اعتمد نظام القائمة والنظام الفردي، نظام المختلط. هو اعذرني فقط سيد كريكش، سنأتي على هذه الجزئية في المحور الثاني من الحلقة. عموما أنتقل إلى السيدة العقيلي. سيدة العقيلي، برأيك لماذا لم تتحقق كل أهداف الثورة خلال فترة 4 سنوات كاملة؟ ليست في الثورة الليبية فقط، ولكن في كل الثورات لا نتوقع أن تتحقق كل أهداف الثورة خلال 4 سنوات. هي ثورة، هي كما قال بيفك سيد كريكس، هي ثورة تهدم كل شيء. ليست الثورة الليبية فقط، هي الثورات تهدم ثم يأتي البناء. طبيعتنا نحن كليبيين عشنا 4 عقود من الاستبداد والديكتاتورية والحكم الشمولي، لم نمارس العمل السياسي، لم نتفهم طبيعة عمل الأحزاب، ليست لنا فكرة على ممارسة الديمقراطية. لابد يعني أن تواجهنا صعوبات كثيرة حتى تحقق الثورة أهداف. ربما كان يعني سببا رئيسيا أو نعم لتحقيق أهداف الثورة أن يطبق قانون العزل السياسي. ولعلك سيدي الكريم رأيت والكل يعلم الحق العنيفة التي وجه بها قانون العزل السياسي. كيف تتحقق أهداف
زالت موجودة ولا زالت تحلم بأن ترجع من جديد. إذا يعني سنأخذ سنوات حتى يعني نحقق كل أهداف ثورة 17 من فبراير. نعم. أشكرك عضو المجلس الانتقالي سابقا انتصار العقيلي، كنت معنا عبر الهاتف في العاشرة. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا، أعود إليك سيد البكوش. بدأ المسار الانتقالي الديمقراطي في ليبيا بإعلان دستور مؤقت ينظم المرحلة الانتقالية، في رأيك ما الذي تحقق من المراحل الانتقالية التي حددها ذلك الإعلان الدستوري المؤقت؟ الإعلان الدستوري كما يعرف الجميع وأعتقد الجميع يتفق الآن أن الإعلان الدستوري كان إعلانا ضعيفا لم يراعي خصوصيات المرحلة ولا خصوصيات الوضع الليبي، ولكن تعامل معه الشعب الليبي وحقق، دخل لأول انتخابات برلمانية. أعتقد أن أزعم أن أكثر من 85% من الشعب الليبي دخل تلك الانتخابات لأول مرة في حياته يذهب إلى صندوق، ومن ثم دخلنا انتخابات هيئة الستين والبرلمان وأسست أحزاب أو كيانات سياسية. ولكن الآن أعتقد أننا نقف الآن في مرحلة دقيقة جدا، وهي أننا لا نستطيع أن نتعامل بوضوح وبجدية مع استحقاقات المرحلة من تطور ديمقراطي، وربما هذا يعني كان متوقعا ولكن لم يخطط له. الآن نحن بانتظار ما يصدر عن هيئة الستين إذا كانت ستستمر في عملها أو لا، وذلك في رأيك أن هناك مراحل من المراحل التي نص عليها الإعلان الدستوري قد تحققت فعلا. عموما أعود إلى السيد كريكش، انتخابات المؤتمر الوطني العام كانت أول مراحل هذا الإعلان الدستوري، كيف تقيم نجاح تلك الانتخابات؟ نعم، هو دعني فقط يعني قضية المسار الانتقالي، دعنا نقيم المسار الانتقالي. سأذكر لك نقطتين الآن في المسار الانتقالي على كما سألت، لأن هو نموذج متكامل. لأن ما حدث في المراحل الانتقالية هو 10 أخطاء أنا حصرتها في كتاب إن شاء الله حيخرج جديدا، هو المسار السياسي في ليبيا بعد الثورة 17 من فبراير. أذكر منها فقط الانتخابات على كما سألت. النظام الانتخابي الذي اتبع، أذكر أن في المجلس الانتقالي عندما كان هناك مناقشة لقانون الانتخابات دخل الدكتور فتحي البعجة اللي هو سفير ليبيا في كندا الآن، وكان هناك إشكال كبير وغضب، وقال بأن هناك سيطرة للإسلاميين على هذه الانتخابات، ويجب أن تكون هناك انتخابات بالقائمة ونظام مختلط بين القائمة والفردي، واختلف نسبة الفردي إلى القائمة. جاء هذا الأمر النظام المختلط. ثاني شيء أن هيئة الانتخابات اختارت نظام الصوت الواحد غير المتحول، وهو نظام شاذ لم يطبق في العالم إلا في الكويت وفي أفغانستان وفي الأردن في التسعينيات عندما أراد الملك أن يقصي بعض خصومة، وفي جمهورية من جمهورية الكومنولث وتيوانا أو شيء من هذا الاسم من هذا القبيل. هذا الانتخاب، قانون الانتخاب والنظام المختلط طبقته مصر. مصر طبقت نفس هذا النظام القائمة والنظام المختلط، بينما في تونس، ولذلك نجحت تونس، طبقت نظام توافقي اللي هو النظام النسبي، أنه هو المرشح على حسب نسبته داخل المجتمع، فأنتج في تونس الترويكا، لكن ما أنتج في ليبيا هو قطبين، حزب العدالة والبناء من جانب، والتحالف حزب التحالف الوطني من جانب الآخر. بممارسة المؤتمر أصبح الأمر القطبية تزداد والشقة تزداد بين الفريقين. إذا نظام الانتخابات في نظام المؤتمر الوطني التآمر فيه كان من الأمم المتحدة، التآمر فيه كان من الأمم المتحدة، إما عن قصد وإما عن غير قصد. من بعثوهم من خبراء كانوا إما من الأردن وإما من فلسطين، وبعض الشخصيات التي يعني لم تنصح الليبيين نصحا حقيقيا، لأن هذا الانتخاب لو ذكرنا في بقية الحلقة سنجد أن هذا النظام وما أنتجه من قطبية داخل المؤتمر هي سبب إجرائي
أساسي في تعكير الحياة السياسية بعد ثورة 17 من فبراير. فالنظام الانتخابي، نظام القائمة، نظام مختلط، طبقته مصر ففشلت، طبقته ليبيا ففشلت، لكن تونس بقوا 3 أشهر وهم يتدارسون وأخذوا التجربة الفرنسية والتجربة الهندية كأساس للتوافق، لذا نجحت إجرائيا تونس وفشلت مصر وليبيا. طيب سيد البكوش، انتخاب المؤتمر كان حدثا حظي بإشادة أغلب دول العالم من حيث نزاهة الانتخابات التي أنتجته، لكنه في النهاية اضطر إلى إجراء تعديل دستوري لانتخاب جسم بديل عنه. نعم، هل هذا السؤال؟ بالطبع أنا أريد أن أعلق. القصة ليست قصة النظام الانتخابي الذي حدث في انتخابات المؤتمر الوطني. أعتقد يعني انتخابات البرلمان تخطت قصة القوائم وذهبت إلى النظام الفردي، وترون ما هي النتيجة التي نتجت عن انتخابات البرلمان عن طريق الفردي. هو السؤال سيد بكوش، وعذرا للمقاطعة، فقط يعني لماذا برغم نجاح انتخابات المؤتمر وإشادة العالم بنزاهة هذه الانتخابات وبأنها كانت ناجحة نجاح غير متوقع، لماذا في النهاية اضطر إلى إجراء تعديل دستوري حتى يجلب جسم بديل عنه؟ التعديل الدستوري وانتخابات البرلمان أتت جراء محاولة انقلابية على المؤتمر الوطني، محاولة انقلابية سياسية. كان الفريق الذي تحكم في الوزارة لم يستطع التحكم في المؤتمر الوطني العام، ولذلك قرروا بأنهم لا حاجة لهم بالمؤتمر الوطني العام، وخرجت قصة لا للتمديد التي قالت الأمم المتحدة في دراسة قانونية قدمتها وعرضتها على الجميع أنه ليس هناك مدة لنهاية المؤتمر الوطني، ولكن أصرت هذه الأطراف على رأيها، واضطر المؤتمر لإعلان لجنة فبراير وما نتج عن ذلك من انتخابات البرلمان، وحدث ما حذر منه السيد طارق متري في عدة اجتماعات كنت حاضرا فيها، أن الحل أن إقفال المؤتمر وخلق جسم جديد قد لا يكون هو العصا السحرية التي تحلمون بها، وهذا بالتأكيد ما حدث الآن. طيب سيد كريكش، في رأيك هل كانت يعني مسألة البحث عن جسم بديل للمؤتمر يتولى مهامه نقطة تحول في المسار الانتقالي في ليبيا ما بعد الثورة؟ نعم، هو نقطة تحول، لكن دعني أوضح بس للأخ صلاح، إنما أقصد أن يكون عندما يكون هناك نظام مختلط ونظام نسبي، النظام النسبي المقصود به أن يكون كله قوائم، يكون كله أحزاب، بمعنى أن تتنوع الأحزاب. وسؤالك واضح، بمعنى لما لم تتنوع الأحزاب وأصار في قطبين، صار المؤتمر يتفاعل، ينطلق من كتل البرلمانية التي تناقش المشاريع إلى صراع أيديولوجي. هذا الصراع أصبح يتزايد، خاصة مع إعلان القانون العزل السياسي. منذ قانون العزل السياسي الحقيقة قالها أحدهم وقال إن لم يلغى قانون العزل السياسي سنحرق ليبيا. من بداية الثورة المضادة في ليبيا بداية حقيقية مع قانون العزل السياسي، وخاصة أن السيد زيدان لم يكن يرى نفسه مرشح عن أحزاب، بل يرى نفسه منقذ لليبيا، ووجد نفسه أمام ميزانية هائلة. طيب أوضحت هذه النقطة سيد كريكش، سأعيدك إلى مسألة نقطة التحول في مسار الـ 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 الانتقال في ليبيا باختيار جسم بديل عن المؤتمر، لماذا ترى بأنها كانت نقطة تحول في المرحلة الانتقالية؟ نعم، هي كانت بداية شق الصف في المسار السياسي، بمعنى أن كان هناك إعلان دستوري واضح، هذا الإعلان تعطل بنظام انتخابات للجنة الدستور، ثم تعطل بعملية لا للتمديد، وظهرنا يعني ظهر يعني واضحا أن هذا الأمر كان مدبرا، خاصة بعد عملية فجر ليبيا، وجود هذه اللافتات مكتوب عليها لا للتمديد في أكثر من مكان، ورأيناها بأم أعيننا في معسكرات في مؤسسات عسكرية موجود فيها قضايا سياسية. فهي كانت الشق، كان هناك مشروع سياسي واحد في ليبيا، أصبحنا أمام مشروعين سياسيين، ثم بعد ذلك صار تحالف بين مؤسسات عسكرية ومؤسسات سياسية، وأصبحنا بين شقين، شق عسكري سياسي من جانب وشق عسكري سياسي من جانب، وهذا عين تعريف
بداية الحرب الأهلية التي حدثت بعد ذلك وأعلنها السيد عبد الله الثاني في 15/10. فإذا هي نقطة محورية ليست إيجابية بل هي شق لصف وبداية مشروع سياسي جديد أدخل الثورة الليبية في مرحلة من مراحل الحرب الأهلية كما حدثت في الثورات التاريخية، نتيجة لفقدان أي مؤسسة سياسية في ليبيا يمكن أن تحفظ البلد من هذا الانقسام. طيب سيد البكوش، في رأيك انتخاب مجلس النواب وأيضا إبطال المحكمة العليا للتعديل الذي انتخب بموجبه هذا المجلس، كيف أثر هذا الأمر في العملية الانتقالية؟ التأثير في العملية الانتقالية أعتقد يعود إلى ما قبل انتخابات البرلمان. ما جرى عن قصة لا للتمديد وما جرى أيضا من انتهاكات للمؤتمر الوطني العام وهجوم عليه وخروج بعض الكتائب وإعطاء المؤتمر 5 ساعات للانفضاض، ومن تم ما قامت به حكومة زيدان خلال عام كامل وما أثبتته بعد ذلك تقارير ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة، من أن الأمر أصبح كأن ليبيا غيرت العلم والنشيد وكل شيء مستمر على ما كان عليه. الفساد كان ضخما والعملية السياسية متوقفة وهناك ثورة مضادة بدأت تضرب جذورها في الأرض الليبية وأصبحت تعد لمعركة جديدة أجلت من 2011، وهذا ما عطل المسار السياسي. ثم أتت قصة أعتقد البرلمان في طبرق مش في طبرق وقرار الدائرة الدستورية كمكملات لهذا المشهد السياسي وليست كأساس لما حدث بعد ذلك. طيب سيد كريكش، في هذه النقطة بالذات كيف تصف أزمة ازدواجية السلطات عندما تأتي تحديدا في مرحلة انتقالية أثناء مسار انتقالي من حالة إلى حالة في دولة ما؟ نعم، هو هذا الانقسام السياسي هو عين تعريف الحرب الأهلية. الحرب الأهلية تبدأ مثل هذا الانقسام السياسي، يكون هناك مشروع سياسي واحد، ينقسم هذا المشروع إلى قسمين، تستخدم الأرض داخل الأرض بأسلحتها الموجودة للفريقين السياسيين ويبدأ الصراع. هنا تسمى حرب أهلية، هذا تعريف الحرب الأهلية في موسوعة CDC للحروب الأهلية، الأربع نقاط التي ذكرتها الآن، علاوة على أن يكون العنف متصل. يعني لو شفنا بنغازي كان العنف وتيرة موجودة، اغتيالات حقيقة ندينها، ولكن لم يكن بهذا العنف اللي ازداد بعد 15/10 وأصبح كارثي الحقيقة. إذن هو وجود جسمين سياسيين هو الذي أنتج الحرب الأهلية. الحرب الأهلية ليست حرب بين الناس، الحرب الأهلية هو انقسام في المشروع السياسي يستخدم فيه أسلحة الدولة داخل الدولة، ويحدد العدد كان بألف قتيل في السنة، هذا ضمن الأرقام اللي تأخذ اعتباطية له موجودة في التعريف الحرب الأهلية، أنه يكون فيه زيادة في عدد الضحايا، فكان فيه هناك انقسام حقيقي. الآن ما نحتاجه الآن إلى العودة إلى نموذج التوافق السياسي، أن يتنازل الجميع من أجل بقاء الدولة الليبية التي أصبحت مهددة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وكذلك مهددة من دول الإقليم كما لاحظنا العملية الخبيثة التي حدثت من مصر على أطفال وبيوت درنة الآمنة بدون وجه حق وبدون أي يعني مبرر. إنهاء أزمة الازدواجية هذه للخروج من الأزمة القائمة حاليا. سيد نعم. بكوش، من المضامين التي وردت في الإعلان الدستوري هيئة صياغة مشروع دستور ليبيا القادم، في رأيك كيف سارت عملية تشكيل أو انتخاب هذه الهيئة؟ تشكيل الهيئة أو انتخابها، أنت عارف، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل ما حدث من تحويلها من هيئة مشكلة من قبل المؤتمر إلى هيئة منتخبة مباشرة وعشرين على نظام فيدرالي لإحداث دستور جديد. ولكن الهيئة، المشكلة في الهيئة الآن هي أنها أخذت صبغة سياسية وتحولت إلى أداة من قبل رئاسة هذه الهيئة، والآن انتهى عمل الهيئة والتي حدد لها 120 يوم، انتهى منذ أشهر، وخرجت علينا الهيئة في 24 ديسمبر بكشكول من الأوراق
يعني بصياغة ضعيفة، وب يعني اللجنة واحدة قررت أنها تقدم مشروعين، مشروع وقع عليه عضوين ومشروع وقع عليه أربع أعضاء، ولجنة تتحدث عن حماية توفير حماية دستورية للثروة الحيوانية في ليبيا، ومشروع يقول مجموعة تقول بأن طيب. الحكم فيدرالي، ومجموعة تقول محافظات. ولذلك الآن أعتقد أن الهيئة وخاصة القيادة الهيئة التي حاولت أن تتماشى مع مقترح من الانقلاب خليفة حفتر بأن تأخذ هي زمام السلطة التشريعية، الآن نحن هناك طعن دستوري في الهيئة، وقد يسبب هذا إشكالا آخرا على الساحة الليبية. طيب في دقيقة سيد كريكش، يعني حتى ننتقل إلى محور آخر من محاور هذه الحلقة، هل تم احترام المواعيد الزمنية التي حددها الإعلان الدستوري؟ نعم، هو هنا كان مكمن آخر من الأخطاء التي حدثت، وهو التغيير الذي أحدثه السيد مصطفى عبد الجليل في 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 قبل يوم من الانتخابات، وهو تغيير قضية اللجنة الستين أن تكون عن طريق الانتخابات، وكذلك تعديل آخر في قضية الشريعة الإسلامية. ولكن التأثير الكبير كان هو في قضية الانتخابات، والمؤتمر تعطل بعد ذلك في إجراء انتخابات انتخابه لرئاسة الحكومة. هذا التأخير جعل المؤتمر أمام خيارين، إما أن يمضي في الإعلان الدستوري بالانتخابات، وإما أن يكون أن يمضي بانتخاب لجنة 60 عبر الاختيار أو الانتخاب داخل المؤتمر الوطني العام. والنتيجة التي وصلوا إليها هي النتيجة التي كانت عكس كل الاستشارات التي قدمت للمؤتمر الوطني العام، وهو ضرورة أن يكون تعين من خلال المؤتمر لجنة 60 من خلال المؤتمر الوطني العام. هذا أخر الوقت وأدخل المؤتمر في نقطة لا للتمديد، واستغلها البعض وقرأ الإعلان الدستوري قراءة خاطئة، وقال إنه المؤتمر يجب أن ينهي مهامه في 17/2 وإلا لا للتمديد، وحصل ما حصل وانقسمت البلاد. فهناك أخطاء طيب. إجرائية أقول أثرت كثيرا، نظام الانتخاب، نوعية الأحزاب الموجودة، نظام الكتل، نظام اللوائح الداخلية طيب للمؤتمر الوطني العام، وكذلك التغيير الذي أحدثه السيد مصطفى عبد الجليل. نعم، أرحب بضيفنا الذي ينضم إلينا في هذا الجزء من الحلقة، الخبير الاقتصادي مدحت الغدامسي عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس. وأسألك سيد الغدامسي، في رأيك إلى أي درجة أثرت انعكاسات الصراع السياسي على قطاع النفط والغاز في حياة المواطنين؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أعتقد التأثير تأثير مباشر وتأثير كلي، شلل كامل، يعني تصل درجة تدمير القطاع النفطي من ناحية الإنتاجية أقل ما فيها، يعني لأن لا توجد أرقام أو إحصاءات على المستوى الكلي من الجهة المعنية لحد الآن لصعوبة التوصل إلى أعداد التقرير النهائي من قبل المؤسسة أو الوزارة المعنية بالأمر. ولكن من الناحية الإنتاجية فأعتقد أنها توصلنا أن يمكن نزلنا إلى ما يقارب من 10 إلى 15% خلال. طيب، هو السؤال سيد الغدامسي وعضل المقاطعة، هذه الخسائر الاقتصادية التي يرى الكثيرون بأنها نتيجة الصراع السياسي في البلد، هذه الخسائر كيف انعكست على حياة المواطن اليوم في الشارع؟ أبسط انعكاس لحياة المواطن يمكن اللي نشاهده فيه حاليا هو العجز الكلي اللي موجود في موازنة الدولة، واللي تأثرت به كميات السيولة اللي موجودة الآن في الشارع بشكل عام، سواء على المستوى العام أو القطاع الخاص. وبالتالي احنا نتكلم يمكن داخلين على سنة 2015، والسيولة في حدها الأدنى حتى وأن توفرت الاحتياطات النقدية الأجنبية لدى المصرف المركزي، ولكن إمكانية معالجة الأزمة يظل في حدود ضيقة من قبل مصرف ليبيا المركزي، والدولة باتت في عجز كامل عن إمكانية توفير الخدمات الأساسية للمواطن، ناهيك عن مثلا المرتبات اللي هي معطلة في شهر 1 وشهر 2 من 2015، والنكسات الأخرى اللي هي ارتفاع في أسعار السلع الأساسية،
مشكلة عدم القدرة على استيراد السلع الأساسية من الخارج سواء عن طريق الدولة في شكلها ومؤسساتها اللي هي موجودة زي السلع التموينية، أو عن طريق القطاع الخاص اللي هو لم يتحصل على النقد الأجنبي نتيجة للإجراءات اللي هي الضبطية اللي وضعها مصر المركزي وديوان المحاسبة وخلافها فيما يخص النقد الأجنبي المتاح للقطاع الخاص للاستيراد، وخصوصا أن ليبيا دولة استهلاكية، واعتقاد أن احنا في أزمة حقيقية تحتاج إلى معالجة سريعة وجذرية في أقرب الأجال. طيب سيد صلاح البكوش، يعني هل هناك علاقة بين الوضع السياسي المربك خلال المرحلة الانتقالية خلال الأربع سنوات الماضية والأوضاع الإنسانية اليوم في ليبيا؟ بالطبع الأوضاع السياسية والأوضاع الاقتصادية تتأثر وتؤثر ببعضها البعض، كما هي الحال مع الأوضاع الإنسانية، ولكن هذه الأوضاع الاقتصادية لا أعتقد أنها يعني ذات علاقة مباشرة بالأوضاع السياسية. ما حدث في قطاع النفط بالذات كان عبارة عن فشل حكومة زيدان في التعامل مع ذلك الاحتلال للموانئ النفطية في ذلك الوقت. لم تستطع حكومة زيدان أن تضع على طاولة جميع الخيارات، ومنها الخيار العسكري لفض ذلك الحصار، وحاولت أن تتفاوض وترشي وأن تتعامل من تحت الطاولة مع عصابة جدران، وهذا ما أوصلنا بعد ذلك إلى أن كل شخص يعتقد بأنه يمكن أن يحتل أي مؤسسة وأن ينجى بفعلته وربما يحقق منها أرباحا. هو السؤال سيد البكوش ومرة أخرى عذرا للمقاطعة، إذا اعتبرت هذه الإخفاقات فشلا سياسيا وجزء من الإرباك الموجود في المشهد السياسي الليبي، كيف انعكس هذا الإرباك وهذا الفشل السياسي على حياة المواطن؟ كيف انعكس على الحالة الإنسانية في البلد؟ التأثير على الحالة الإنسانية في البلد أعتقد أنه تأثير كبير ومباشر على مناطق الصراع كبنغازي وكجبل نفوسة ومناطق سفح الجبل، ولكن أعتقد في المناطق الأخرى وأذكر أيضا أوباري وسبها، وأعتقد أن هذه التأثيرات أصبحت تؤثر في الحياة اليومية للمواطن الليبي ويجب التعامل معها من قبل مؤسسات الدولة، وهذا لم نرى أي تعامل مع هذه الأزمات، ونرى أن أزمات النقد التي تحدث عنها ضيفك في المصارف الليبية هي أساسا أزمة لم يستطع المصرف المركزي التعامل معها والتعامل مع الفساد المستشري في المصارف الليبية والتي تتعامل في العملة وكأنها عصابات دولية. على العموم هذه وجهة نظرك سيد البكوش، اسمح لي أن أنقل سؤال مشابه إلى السيد نزار كريكش، والتساؤل حول انعكاسات ما حدث خلال المسار الانطلاقي الانتقالي طيلة أربع سنوات على الأوضاع الإنسانية في ليبيا بعد الثورة. نعم، هو التحليل اللي ذكر في أكثر من مرة، وبالمناسبة الثورة الليبية حظيت بدراسة قوية جدا في العالم، يعني بمعنى أن ما حدث في ليبيا درس دراسة كثيرة في الغرب، يعني في كتاب لفرانسيس فوكياما اسمه النظام السياسي، أول صفحة في الكتاب هي ظاهرة اختطاف زيدان، وكان يعبر فيها على فشل الدولة تماما، نظرا لأن نظام القذافي نظام لا يؤمن بالإدارة، يؤمن بالإدارة الذاتية ويؤمن بأنها حالة لا دولة. لما تقوم ثورة في دولة في حالة لا دولة هذا ويحدث مثل هذا التعثر تفشل مؤسسات الدولة. طبعا لما تفشل مؤسسات الدولة لا نقصد مؤسسة الدولة النظام السياسي، نقصد مؤسسة كمؤسسة التعليم، مؤسسة الصحة، المؤسسات التي زي مؤسسة البنك المصرف ليبيا المركزي، المؤسسة الإعلامية، كافة المؤسسات التي تعبر عنها الحكومة في تقديم خدماتها. هذه المؤسسات لم تكن موجودة، كانت تسير بعقلية الرجل الواحد، غاب هذا الرجل الواحد ولم يكن هناك نظام ففشل الدولة. نحن نعاني أكثر في ليبيا ليس بالنظام السياسي، ليست مشكلة في ليبيا مشكلة شرعية أو مشكلة غيرها بقدر ما هي مشكلة فشل حالة اللادولة التي تعززت للأسف بعد الثورة نتيجة عدم التمييز بين الدولة وبين النظام السياسي. لذلك كما ذكر الأستاذ صلاح أنه مجرد وجود صراع سياسي ايديولوجي بين فئة وفئة
كان ظن طب وجدنا أنفسنا بدون نفط وبدون خدمات. يعني لم يكن هذا الصراع ليؤثر في الاقتصاد الليبي لو بقي الصراع صراع سياسي، صراع نقاشات، صراع يعني إعلامي، صراع مشاريع، بل بقي الصراع صراع كسر ونخر في اقتصاد الدولة ونخر في معنى الوطن. بمعنى ما فعله مثلا بعض أعضاء المؤتمر من حديث عن أن النفط يسرق وما حدث بعد ذلك هو عدم التمييز، وما زلنا في هذه القضايا. يعني لو كان في مؤسسة الدولة لم يكن هناك مشكلة في الكهرباء، لو كان في مؤسسة الدولة لم يكن هناك مشكلة في الصحة، لأن هذه المفروض تكون مؤسسات مفصولة عن الصراع السياسي. مثلا خذ مثال، لماذا مصرف ليبيا المركزي ما زال مستمر؟ لأن فعلا حتى في 2004 لما ظهر قانون المصرف المركزي كان قانون يحمي استقلاليته، لذلك استمر حتى المؤسسة النفطية لحد ما كإنتاج وفنيا ما زالت طيب. قادرة على الإنتاج والعمل. إذا عدم وجود مؤسسات حقيقية في البلد هو الذي عطل كل شيء وأثر في حياة المواطن في الجانب الإنساني. سيد نعم. الغنامسي، كيف تقيم اليوم واقع الوضع الاقتصادي في ليبيا بعد 4 سنوات من انطلاق الثورة؟ الوضع في شكله العام اعتقد انه هو ازمات مركبه. فك الاشتباك لمجرد محاوله حتى تفسيرها لايجاد الحلول لها، وخصوصا ان الزمن اللي متاح قصير جدا، لان تاثير على حياه المواطن لا يحتمل فترات طويله من الشقاء والبؤس اللي احنا يمكن قد نتجه له في الوقت الحاضر، خصوصا من الناحيه الاقتصاديه. فاعتقادي ان هي ازمه مركبه بكل المقاييس. المطلوب حاليا ان كيف يمكن اقل ما فيها اداره وتخطيط المرحله القصيرة الأجل للخروج من الأزمة، وهذا يتأتى عبر التنسيق الكامل اللي هو غائب في الفترة الماضية بالكامل بين الثلاث سلطات اللي موجودة في الدولة، والتداخل بين السلطات فيما بعضها. فاعتقادي أن محتاجين إلى أن المستشارين والخبراء الوطنيين بالتعاون حتى مع الخبراء الدوليين في وضع تصورات لحل الأزمة الاقتصادية بعيد عن الأزمات السياسية والأزمات الصراع المسلح في حد ذاتها. طيب. لأن اعتقادي أن الأزمة الاقتصادية حتسبب إشكاليات أكبر، وحيكون أثرها اعتقادي على مستويات أخرى قد تؤثر حتى في الأمن القومي الليبي، يعني بكل طيب أوصلت الفكرة سيد الغدامسي. اسمح لي فقط أن أنتقل على ما يبدو السيد عفوا مدحت الغدامسي لا يتمكن من سماعنا، انتقل اليك سيد صلاح البكوش. في ليبيا كان الجميع يعني ينتظر نهضه اقتصاديه بعد انتصار الثوره، لكن الامور ذهبت عكس ذلك، في رايك ما هي الاسباب الرئيسيه لهذا؟ الأسباب هي الأسباب كما ذكر ضيفك مركبة، ولكن يجب أن نضع الأسباب السياسية في إطارها الصحيح. الأزمة الاقتصادية في ليبيا ليس سببها الرئيسي هي الأزمة السياسية، لأن إذا سألنا لو ما كانش فيه حرب الآن في ليبيا وليست لدينا أزمة سياسية، في 2013 ميزانية الدولة الليبية كان لديها عجز يقارب 20 مليار. الآن لو ما عندناش حرب ولا شيء وانخفض سعر النفط إلى أكثر من النصف، سيكون لدينا عجز ما يقارب من 45 مليار. لأن الاقتصاد الليبي مبني على مادة واحدة اللي هي النفط، كأن واحد حال دكانه ما يبيعش إلا في طماطم، وانهار سعر الطماطم شو انت بتدير. فالازمه الاقتصاديه الليبيه جذورها عميقه وتعود الى عقود، هذا هو السبب. نحن في ليبيا اكثر من 90% من الانتاج القومي يطلعوا فيه 6% من القوه العامله الليبيه وهي عمال النفط. الباقي ما نطلعوا في شيء، نصرف ونمشوا للبنك ناخذوا دولارات وندزوهم برا، نجيبوا تلفزيونات وسيارات نستخدموهم نرموهم في المكب وبعدين نمشوا. عمال النفط جابوا دولارات ولا لا؟ طيب فالمشكله الليبيه، المشكله الاقتصاديه الليبيه لا واضح يعني سيد عميقه الجذور. سيد نزار كريكش، يعني تردي الاوضاع الاقتصاديه كنتيجه او
أو حتى عدم نتيجة للصراع السياسي، في النهاية هذا التردي للأوضاع الاقتصادية كيف يؤثر على المسار الانتقالي ما بعد الثورة؟ نعم، هو الجيد في الموضوع أن الأزمات الاقتصادية كانت وراء كثير من التحولات الديمقراطية، وهذا يعني دراسات مثبتة، بمعنى أن الناس يجب أن يعتمدوا على أنفسهم ويجدوا أنفسهم في مواجهة حقيقية مع المستقبل. من المفروض لكن أن يجبر هذا الناس على العمل، يجبرهم على بحث على كيف يلتقوا، كيف يتفقوا على بناء وطن واحد دون أن يكون هناك تنازع. هذا التنازع هو طريق الفشل. فالأزمة الاقتصادية في تركيا 2001 كانت سبب في النهضة، في أندونيسيا كانت سبب في النهضة، وهذه دراسة ذكرت حوالي 5 تجارب كانت الأزمات الاقتصادية سبب في التقاء. والسبب الثاني في الأزمات أنها قد تكون سبب للالتقاء إن هو عدم توفر إمكانيات للنزاع. يعني أحد الأخطاء الكبيرة التي حدثت في الثورة عدم تنظيم شبكة المصالح داخل ليبيا. في الديمقراطية التوافقية ينظر إلى شبكات المصالح، الشركات والعقود وأصحاب أرباب الأموال، وتنظم في مؤسسة واحدة تحت إشراف الحكومة باتفاق مع مستشارين اقتصاديين لتنظيم هذه المصالح. نجد بعد الثورة أن هذه الشبكة ازدادت، تعقدت. يعني القذافي في كتاب تحيا دولة الحقراء في آخر صفحة من الكتاب يقول، ولو تأخذ وقت يريد تسمعها، يقول ليبيا لا يحكمها لا مؤتمرات شعبية ولا لجان شعبية. باهي شنو اللي يحكمها؟ قال يحكمها شبكة مصالح موسعة لم يلتقوا ولم يتصافحوا ولم يلتقوا على طاولة، ولكنها تشكلت ولا أدري هو بروحها، ولا أدري كيف ممكن أن تنحل هذه الشبكة. بعد الثورة أضف إليها أرباب الحروب ومن سافروا خارج ليبيا بأبواب. يعني ترى أن الأزمة عميقة وربما جذورها حتى تاريخيا بعيدة. عذرا فقط لضيق الوقت سيد كريكش، وابقى معي سأعود إليك في سؤال ختامي، لكن اسمح لي أن أذهب إلى السيد مدحت الغدامسي. كيف تقرأ تحذيرات البنك الدولي من نفاد احتياطيات ليبيا من النقد الأجنبي، والتي يقول بأنها ستنفد خلال 4 سنوات في حال استمرار الأزمة السياسية القائمة حاليا؟ اعتقاد أن البنك الدولي حتى في الأرقام اللي تم سردها هو غير دقيق حتى في مصادره واستسقاء للمعلومات، لأن في آخر حديث وتصريح كان من مصرف ليبيا المركزي عبر المتحدث الرسمي السيد العكاري أفاد في أن حتى الاحتياطات النقدية اللي موجودة قد تكون أقل من المدة الزمنية اللي تم التحدث عنها، لأن بتواجد 90 مليار تقريبا كاحتياطي في نهاية 2014 موجود جزء منه مكبل داخل منظومة دولية معينة مقسمة إلى 4 أجزاء تقريبا، يجعل تقريبا أقل حتى من 53 مليار هو المتاح كاحتياطي نقدي مباشر يمكن لمصر المركزي التعامل معه، بخلاف العجز القانوني اللي كبل أيدي مصر في المركزي في أنه هو يقدر يتصرف في تسليف الدولة الليبية أو الجهاز التنفيذي للخروج من أزماتها. فهو يعني ترى أن ما قدمه تقرير البنك الدولي لم يكن دقيقا سيد الغدامسي؟ لا لم يكن دقيقا من البدء. طيب أشكرك. تم النقاش هذا في حلقات سابقة وبتأكيد مصر المركزي. يعني سيد صلاح البكوش، في رأيك ما هي الخطوات التي يجب اليوم على سياسة البلاد اتخاذها لتحقيق ما كان يطمح الشعب الليبي لتحقيقه من خلال الثورة؟ الخطوة الأولى لا شك هي الوصول إلى توافق سياسي وتوحيد وجهات النظر حول مشروع سياسي يمر بهذه البلد إلى الأمام، وهذه هي الخطوة الأولى. ولكن الخطوة الثانية هي يجب أن نتحول من هذا، يجب أن يكون هناك تركيز كبير على هذا الفساد المستشري في البلاد. هناك الآن أحد الوزراء في حكومة الإنقاذ يحاول شراء سيارة لنفسه ب 175 ألف دينار. ليش؟ وهذا الفساد مستشري، راه من وزير وينزل لوطة أنا عندي اللي يخطف المخزن. طيب شكرا. وبدون مشروع لمكافحة الفساد سوف لن تتقدم هذه الدولة إلى الأمام. شكرا، لأن الحلقة تقريبا انتهت. سيد كريكش،
سؤال ختامي في نصف دقيقة لو تسمح، ما هو دور السياسيين اليوم لتغيير الواقع الحالي إلى مستوى طموحات الشعب الذي ثار أساسا من أجل التغيير؟ نعم، هو دور الفاعل السياسي الآن هو أن يستخدم المعرفة في إنتاج حالة توافق نسعى من خلالها جميعا إلى بناء الدولة الليبية لتكون الثورة فعلا نقطة انطلاق. لا أحد يلوم الثورة فلنلوم أنفسنا، لا أحد يلوم الثورة فلننظر إلى أحوالنا، لا أحد يلوم الثورة فإن المستقبل نصنعه نحن. الثورة أزاحت كل القيود والآن أمامنا المستقبل، لنتفق على هذا المستقبل ولننسى الماضي ولنؤجل خلافات الحاضر. هذا كل ما يجب أن نفعله الآن. شكرا. بمعرفة والقيادة والتوافق. نعم. شكرا لك ولكل ضيوف هذه الحلقة ولكم مشاهدينا ختام العاشرة، إلى اللقاء.